بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الأستاذ فوزي رجاء الخبير بالسياسات المالية المغربية تقول الأكاديمية قد وضعت الأصبع على أحد الإشكالات التي يعرفها الطبيب بالمغرب ألا وهي وضعيته كأحد الفاعلين الاقتصاديين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد رئيس المجلس الوطني للوطني للطبيبات والأطباء سيد الأمين العام حزب الحركة الشعبية صديق الأخ حسين أيها السيدات والسادة اسمحوا لي في بداية أن أهنئكم على تنظيم هذا اليوم الذي في اعتقادي يكتسي أهمية بالغة أولا لكونه يضم جانبا من خبرة خيرة الأطر الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات من جهة أخرى لكونه يضع على طاولة نقاش واحدة من أهم مواضيع الساعة في بلادنا إن لم يكن أهمها على الإطلاق. تنظيم هذا النوع من المنتقيات والتي سيمكننا من تبادل التجارب والأفكار وتطوير منظورنا الجماعي لكل القضايا الرائدة المطروحة للنقاش. سيدات السادة أعتقد أنه قبل الحديث عن وضعية السياسة الشبابية العادلة وملائمتها للواقع الصحي لابد من وضع إصلاح المنظومة الصحية في إطارها العام المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين المغاربة باعتبارها ورشا ملكيا ثوريا باعتبارها أيضا إحدى اللبنات الأساسية في مسار بناء الدولة الاجتماعية. وهنا لابد أن نستحضر بإمعان المسار التحديثي المتدرج الذي قاده جلالة الملك نصره الله برؤية متبصرة وحكيمة على مدى أزيد من عقدين من الزمن تحققت فيه اللبنات المتتالية إلى أن بلغت لحظة التحول الاستراتيجي الكبير الذي نحن بصدد تجسيده اليوم من خلال مجموعة من الأوراج وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية. وفي اعتقادي الشخصي لا يمكن استيعاب مفهوم الدولة الاجتماعية والموقع الذي تحتله في مسار وديناميا تطور الدولة والمجتمع المغربيين إذا لم نأخذ المسافة الكافية من اللحظة الحالية ونلقي نظرة عريضة على الإنجازات المتحققة منذ نهاية الألفية الثانية إلى اليوم. فإن هذا التمرين كفيل بأن يكشف لنا وجود تناغم تام في الاختيارات الاستراتيجية لصاحب الجلالة نصر الله في مجال تنمية وتحديث البلاد بخاصيتين أساسيتين أولهما الانسجام والتكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لتقدمان وفق صيغة التوفيق الأمثل
بين الطموح والإمكانيات. فقد تمكنت بلادنا منذ نهاية القرن الماضي من وضع أسس نموذج تنموي يزاوج بين الإرادة والواقعية، نموذج برؤية واضحة ينبني على ثلاثة أعمدة رئيسية ومتداخلة. أولها ترسيخ المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات البلادية، وضع استراتيجيات تنموية يتداخل فيها القطاعي بنى التحتية والمشاريع المهيكلة وتنويع الأنشطة وتطويرها وعصرنتها. وثالثا بناء الإنسان من خلال تصور للتنمية البشرية والمستدامة يتداخل فيها الاجتماعي بدعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على المغادرة والإبداع وخلق الضغط. كل هذا جنبا إلى جنب مع ضمان الأمن الروحي والتفتح والانفتاح على العالم في تناغم مع مكونات الهوية الوطنية والشخصية المغربية الأصيلة ذات الروافد المتعددة والآفاق الواسعة. وعلى مدى هذه الفترة الزمنية القصيرة حقق المغرب تراكمات كبرى لا يمكن قياس حجمها وأهميتها إلا إذا نظرنا إلى الوراء لنتذكر جميعا حجم الخصاص المروي الذي كان يدفع البلاد في كافة المجالات. ولا أجد نفسي في حاجة إلى التذكير بكل هذه التضاركمات وبمختلف المشاريع والاستراتيجيات التي كانت وراءها الأرقام التي تعرفها بلادنا حاليا تتحدث عنها بوضوح كافي. كما أن هذه التراكمات لم تكن ذات طابع مادي فحسب، بل شملت كذلك البنى الداعمة من خلال التطوير المستمر لمناخ الأعمال وتحديد أساليب التدبير والانفتاح على عصرنة مختلف القطاعات. وكانت الأزمات المتتالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة بمثابة امتحان حقيقي لمدى مناعة اقتصادنا من جهة ولقدرتنا على إبداع السياسات الكفيلة بامتصاص أضرارها السلبية. وهذا ما يجب أن يدعونا إلى الاعتزاز وإلى أن نكون أكثر اقتناعا أن ما ركبناه طوال الفترة المذكورة لعب دورا حسن الحامي للبلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وفي مقابل ذلك حققت بلادنا تحولات ومنجزات رافقتها سياسة انفتاح كما قلت ساهمت في تعزيز مكانة المغرب الدولية والاندماج التدريجي لبلادنا في محيطها العالمي. وإلى جانب هذه الدينامية الاقتصادية والتنموية حظي الجانب الاجتماعي الذي يهمنا اليوم وهو موضوع نقاشنا اليوم، حظي الاهتمام الخاص حيث شهدنا المجهود الجبار لإطلاق بنية تحتية بمواصفات عالمية إزاء إطلاق أول وأكبر ورش اجتماعي متمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى مجموعة من البرامج الاجتماعية التي كان هدفها كما قلت سابقا تطوير الإنسان وجعله في ظروف كفيلة لإبداع مؤهلاته وابتكاراته. السيدات والسادة، من الطبيعي حين تكون هذه التراكمات حلقات متتالية وفق منظور استراتيجي بعيد المدى أن تبلغ المؤهلات الوطنية درجة النضج التي تؤكد لنا اليوم أنه حان الوقت لننجز القفزة الكبرى لأن شروطها قد اجتمعت أخيرا.
لإطلاق المشروع الثوري كما قلت، وهو إصلاح المنظومة الاجتماعية بشكل كلي. لقد قلت في البداية أننا نحتاج لنظرة عريضة وشاملة لنستوعب جميعا دلالة هذا الورش التاريخي، ولنعي أن المفهوم المعين للدور الاجتماعي للدولة قد انتهى، وأن مفهوما جديدا قد انطلق في إطار سيرورة استراتيجية هي جزء من استقرار المنح التطوري العام للبلد. وهذا المفهوم الجديد هو في العمق دلالة على انتقال القدرات الذاتية للدولة لمستوى يؤهلها للقيام بأدوار اجتماعية أكثر اتساعا وتقدما وأكثر تأثيرا على الحياة اليومية للمواطنين، علما أنه لا تستقيم قوة الدول دون الاعتناء بالمكون البشري وباحتياجاته الاجتماعية. ولقد أما صاحب الجلالة حفظه الله صانع هذه الاستراتيجية والحريص على تتبعها وإنجازها إلا أن يعلن انطلاق تجسيدها في القفزة الكبرى من خلال إطلاق ورش اجتماعي ثوري يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية بجانب دعوة الحكومة ومختلف الفاعلين إلى الانخراط في التجسيد الفعلي لإصلاح منظومتي التعليم والصحة باعتبارهما مرتكزات أساسية لبناء الدولة الاجتماعية. واليوم ولندخل في صميم موضوعنا، لابد أن نقول وإن لم نبلغ الأهداف الاستراتيجية المتوخاة بأن نكون مفتخرين بما تحقق على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يجعل المنظومة الصحية ودور الطبيب في أهم في أولى الأولويات ويحظى دورهما ببالغ الأهمية حينما نناقش أدوارهما الأساسية في هذا التفعيل. في اليوم هناك حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة تستفيد من التأمين الإجمالي الأساسي عن المرض من خلال المساهمات التي تؤديها الدولة والتي تكلف سنويا 9.5 مليار درهم. كما تتحمل الدولة الجزء الباقي على عاتقهم الذي يصل في المعدل إلى ما يناقص 30% من مبلغ الخدمات المفوضرة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. تم فتح الحق في الاستفادة من التأمين الصحي لأكثر من 2 مليون أسرة من العمال غير الأجار. وبذكر هذه الأرقام فالهدف منها هو أن نعرف حجم الطلب المتزايد وحجم العمل المراد بل ورده في مختلف مؤسساتنا الصحية. كما أنه وهذا تحدي آخر سيتم تعميم تعويضات العائلة انطلاقا من نهاية هذه السنة بالاستناد إلى السجن الاجتماعي الموحد الذي تم تحقيق تقدم ملموس على مستوى تفعيله. لا أريد أن أخوض في مختلف التحديات المرتبطة بقطاع الصحة، توفير الموارد البشرية اللازمة وتوفير المؤسسات الصحية وإعادة النظر في البناء المؤسسات لهذه المنظومة. أعتقد أن السمح لغتي قدم التفاصيل الضرورية، ولكن الأساس هو أنه لا بد من تكاتف الجهودات وتضافرها لنبلغ المعدلات المشروعة في حدود سنة 2026. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.